دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان المباريات اللي هتتلعب في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم فتح مرحلة التحويلات لتقليل اغتراب طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وشهادة النيل الدولية، وهيستمر 3 أيام تنتهي الاثنين المقبل للتحويل لكليات مناظرة وغير مناظرة، وفي حدود النسبة المقررة 10% ووفقاً للطاقة الاستيعابية عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني. النهاردة وفقاً لما أعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، هيبدأ فصل الخريف لهذا العام الساعة 9:49 صباحاً، وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء، ويستمر حوالي 89 يوم. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة من عمر المسابقة. هيلتقي مانشستر سيتي مع نوتنغهام فورست الساعة 5، في نفس التوقيت هيلتقي كل من كريستال بالاس مع فولهام ولوتون تاون مع ويلفرهامبتون، وفي 7:30 هيلتقي برينتفورد مع إيفرتون، وفي 10 ليلاً هيلتقي مانشستر يونايتد مع بيرنلي.